اللجنة الحقيقة باشرت عملها من بغداد، ولكن أيضا هذا جهد ميداني، جئنا إلى مدينة البصرة لنطلع بالضبط على تفاصيل ما موجود من الفنادق والأماكن الأثرية والملاعب والأمور الساندة لإنجاح هذه البطولة. هذه البطولة تمثل شيء مهم وكبير جدا بالنسبة للعراق. مع الوزير، يعني هذه اللجنة المكلفة هل منحت كافة الصلاحيات باتخاذ القرارات وتعديل ما يمكن تعديله وترتيب كل أمور البطولة؟ نعم، هي اللجنة يعني عليا، وكانت برئاسة يعني السيد رئيس مجلس الوزراء، ثم أصبحت برئاسة الدكتور معالي وزير الرياضة والشباب، لها صلاحيات كبيرة. محافظ البصرة الأستاذ أسعد عيداني متعاون جدا، وهو عضو أيضا في اللجنة العليا. وكلاء الوزراء في جميع وزارات الدولة العراقية أيضا أجزاء مهمة وحيوية، يقدمون الدعم بجميع تفاصيله، فضلا عن المنظومات الأمنية التي تساند نجاح هذه المباراة. الاجتماع هو الاجتماع الثاني، الاجتماع الأول في العاصمة بغداد بعد تشكيل هذه اللجنة. تعرفين أنه بعد تشكيل الحكومة أعيد تشكيل اللجنة بصورة تختلف عن ما شكلت سابقا من قبل الحكومة السابقة، لذلك هذا كان الاجتماع الثاني. قسم من المواضيع تم مناقشتها وإنجازها سابقا من قبل من قبل متطلبات خليجي سابقا وأنجزت. الآن ما بقى من عدها ممكن أن تم مناقشته، وكيف أنه دخول المشجعين، كيف الفنادق إلى آخره. قدمنا إيجاز كامل عن ما تم إنجازه سابقا، بعض الملاحظات البسيطة لإنجاح بطولة خليجي 25. نعم، ماذا عن مباراة كوستاريكا؟ قائمة في المدينة الرياضية. أخاف أصرح وهم ما تقبلون. أنا واحد من الناس كنت أريدها ما تكون بالمدينة الرياضية حتى نكمل المدينة الرياضية عادة تأهيله، لكن الفيفا أقرت هذه المباراة في ملعب المدينة الرياضية. البصرة جاهزة لاستضافة خليجي 25 إن شاء الله، وإحنا مو بس مستعدين، إحنا نطلب من كل أشقائنا الخليجيين بالحضور إلى البصرة لمشاهدة ومتابعة ومؤازرة منتخباتهم الوطنية. وبالتالي انه هاي البطوله ان شاء الله راح تكون واحده من اجمل البطولات اللي شهدتها بطولات الخليج. فالبصره جاهزه، لا قلق من 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 اي شيء فيما يخص الملاعب الرياضيه، المشاهد الرياضيه، الفنادق، كل الامور اللوجستيه اللي تخص البطوله والمتطلبات الحقيقيه. هذا الاجتماع هو تكميلي. احنا تعرفين اللجنه المنظمه العليا في وقتها لم تجتمع الا في اجتماع واحد وليس للجميع، حدث في بغداد. وبالتالي أنه الآن تعرفين كانت الأوضاع شوية سياسية إلى قبل تشكيل حكومة، تغيير الحكومة، التغيير، كلها ساهمت ب يعني عدم انعقاد اجتماعات الجمعية العامة، لكن للجنة المنظمة العليا. لكن هذا لا يعني أنه إحنا كنا قاعدين وساكتين، بل العكس، كنا نعمل وبقوة زين وبشكل يومي. فيما يخص المنافذ الحدودية هنالك تنسيق عالي بين هيئة المنافذ والدوائر العاملة من أجل تعزيز الموجود، وكذلك التنسيق مع المحافظة من أجل تطوير المنافذ المعنية وهي صفوان ومطار البصرة. هنالك خطة مرسومة لنجاح إن شاء الله دخول جماهير المشاركة في البطولة، ونعلن كافة جاهزية المنافذ والدوائر العاملة لاستقبال هذه الأعداد. نعم، آلية دخول الجماهير كيف راح تكون؟ بسمة دخول مؤقتة؟ أكو قد صورة لهذا الأمر دكتور؟ نعم، هناك تسهيلات فيما يخص هذا الموضوع. تم تحويل السفارات والقنصليات في الدول، منح فيز دخول وسمات دخول للجماهير، وكذلك ناقشنا صلاحية مدير عام الجوازات في لجنة أمر الديواني 50 حول إمكانية منح الجماهير فيز اضطرارية داخل المنفذ الحدودي بانتظار موافقة المراجع على هذا المقترح، ومن ثم الإعلان عنه بشكل رسمي. بعد أعتقد البطولة بعدها 55 يوم من هذا اليوم. وزارة الصحة أكيد من الوزارات المعنية والوزارات المهمة اللي تقدم خدمات وإسناد لهذه البطولة. حقيقة خدماتنا راح على 4 مستويات. هذه المستويات تتضمن تقديم خدمات توعية وتثقيف صحي، راح تبتدي من المنافذ الحدودية، سواء المنافذ البرية أو المنافذ الجوية أو حتى البحرية. وأيضا راح تكون عندنا رقابة ورقابة صارمة على المطاعم، الفنادق، ومصادر المياه وغيرها من الأمور المهمة
اللي لها علاقة بصحة المواطنين والصحة العامة، وراح تكون عندنا خدمات طارئة، وهذه الخدمات الطارئة راح تكون موجودة كمفارز طبية سواء في الملاعب أو حتى في الفنادق أو أماكن إقامة اللاعبين.